أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما ما ودك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ألم أشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك إن إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر تنزيل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صوفا مظهرا فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة ما شاء الله ما شاء الله.